يعني تا هما داويين على نفس المشكل الشناق داو على الشناق راه هذا هو الاشكال وكل الاحتكار ديال السلعه صلى الله عليه وسلم لا يضطر لا يزيد ولا ينقص هذا السلعه كاين ما نقدرش مش هذه شوف تيفي اهلا ومرحبا بكم الان في هذا المباشر من مدينه الدار البيضاء بالضبط من قلب سوق الجمله للخضر والفواكه كما كتبعوا البنان اللي كان الثمن ديالو 6 درهم 7 درهم اليوم 11 درهم وفي الجمله يعني ملي كنتكلموا على 11 درهم في الجمله فراه قبل ما غادي يوصل البائع اللي غادي يبيع وغيكون عنده يعني مباشر مع المواطن في الشارع العام كيف ما كتبعوا هذا البنان بهذه الجوده هذا ما داير في الجمله 11 درهم فالله اعلم يعني كل واحد يعني بشحال غادي يبيعوا اللي غادي ياخذوا بالجمله يعني ب 120 ريال ب 11 درهم راه غادي يمشي هو بطبيعه الحال يعني المحل ديالو ولا الكروسه ديالو راه غادي يبغي انه يربح فيه لانه في الجمله غالي كيف ما كتبعوا هذا البنان هذا راه كان قبل داير غير 6 7 درهم واليوم راه داير 11 درهم كيف ما قلت لكم وفي سوق الجمله تخذها فوق المختار واخا المشكل ديال البنان كما قلنا كان داير 6 7 دابا هو من 6 7 ولا 11 البنان اخويا ما كان ناخذ ب 7 درهم هذا 7 دابا صاحب درهم ولا ب 10 درهم سعودون ولكن الشيء راه بزاف على المواطن مسكين من 7 درهم ل 10 درهم شوف الفرق شحال ولا واش هادشي مزيان للمواطن ولا ما مزيانش؟ انا بزاف عليا بصراحه ما نقدرش ناخذ البنان ب 10 درهم المواطن الله يحسن العوره مهلوك بزاف يعني 11 درهم من الجمله وعاد باش البيع ولا غيبيعوا للمواطن تاهو راه دابا هاد المواطن مشى غيبيع هذا كيبيع ب 10 درهم 11 درهم مشى المواطن مشى غيدي يبيع تاهو وشحال غياكل الله يحسن العوره احنا متفقين مع الشيء راه خصهم ينقصوا الثمن شويه الله يرحم الوالدين واخا دابا كاين بزاف ديال البيع واش تري سولهم ياك المشكل في الشناط دابا كتشوف السوق دابا كيدير الله يرحم الوالدين السوق دابا هو دابا السوق عندنا هو دابا واخا معنا واحد السيد اجي صافي ديما تلقاه ما والو السلام عليكم اجينا الله يحفظك انت بيا ياك كتجي لنا الجمله كتقدا دابا انت غادي تاخذوا 11 درهم غاتاخذوا دابا 11 درهم ما فيش هذيك الشوفه ديال البنان كانت ديال البنان داير بحال دابا ب 7 درهم ما كايناش الثور دابا 7 درهم 7 ونص هادشي راه عندهم مالهم ما كايناش الناقه لا والو مخزون عندهم من عندهم كيبقاو يزيدوا داكشي كيتزاد ما فهمنا حنا والو 8 9 10 11 دابا كتجي وتصرف عليه 12 فور وخدامه كتجي كتقول لك ليا 13 كتجيه بيزار غالية وحنا كنا كنبيعوا 10 درهم في الطابله حيت هادشي حنا الان ما حنا ما فاهمين والو كنجيو دابا للسوق كنحطوا الفلوس كنوليو نجمعوها رزقنا والله ما نكذب عليك كنبغيو نجمعوها فلوس ما باقي ما جمعتنا فين هادشي ماشي من الصناقه ماشي من هادشي من كلشي فيه حتى طلعها بوحدو هو اللي انتم حتى يومي دابا كتجينا الصوت انت الصقات كتقدر ريم زايده 10 درهم زايده ديما زياده ما عمرنا لقينا النقصه اي حاجه اي حاجه كتلقاها زياده وانت دابا اللي كيجي عندك الكليان المولى المواطن يعني كيفاش ملي كتجي كتقول لي انت الثمن دابا 11 درهم غاتبيعو بواحد 12 ولا 12 ونص ولا 13 وكنوريه البون وكنحلف به وكنوريه الورقه انا باش يتعب والله الا كنوريه الورقه كاع باش شحال مخلصه يعني حتى المواطن تاهو كيقول لك الشهر بزاف عليه كنبيعو ب 9 غنديو ب 15 غنبيعو ب 17 حنا ديما كنبيعو على 2 دراهم وشوف واش ترجع فلوسك مع الخسائر ويقدر يخمش لك عندنا الرباح حنا يكون رخا باش كلشي ياكل
فهمتي اللي غيدي نص كيلو تجي جوج كيلو اللي لاباس عليه الفقير كلشي كيتقصر ملي كيولي الغلا كيولي الخسران عندنا حنا ولا عند المستهلك اللي غيدي مسكين كيلو كيولي يدي نص كيلو ولا ما كيديش كاع يعني المواطن يقدر يدوز يشوف البنان وما يديش مسكين حيت بغا يدخل يدي جوج كيلو هما كتقاطع ولا كيبيع كاينش كي ربح شويه كتربحوا ولا خاسرين مع الزياده وحق لا اله الا الله ولا ربنا الصايمين هذه 15 يوم وخليها من جيبي 27000 ريال وبغيت نريح نقول عاك ليتها والله تمشت ليا بالله لسان عادي يلا كنهضر معاك ونقول الكلمه ديال الواقع والله اذا استوت الكار من عندك هذاك الشيء اللي كان شكرا اذا المشاهدين كيف ما تبعتوا تصريحات البيع والشراء الاسقاط اللي كيتعامل بشكل مباشر مع المواطن وكذلك يعني جماله هنايا على قبل البنان يعني اللي كانت تقريبا ما بين 6 حتى 7 ديال الدراهم اول يوم ولا داير 11 درهم في الجمله يعني كيف ما تكون نسيت الاسقاط قال لك انا غادي نمشي غادي نبيعوا للكليان راه غادي نبيع فيها على الاقل نخدموا ديما على 2 درهم يعني غادي يبيعوا بواحد 13 درهم بطبيعه الحال يعني القدره الشرائيه للمواطن ما هبطاتش ملي غادي يشوف مثلا هذه البنان بهذه الجوله غادي يلقى ب 13 درهم راه ما غاديش ياخذ وكيف ما كتشوفوا هذه مجموعه من المشاكل اللي كيعيشوها المواطنين خاصه البيع والشراء في اسواق الجمله ولا كذلك اللي عندهم تعامل مباشر مع المواطن المغربي في الشارع العام.